السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنتكلم كده مع بعض على وصفة جميلة جدا جدا. الوصفة دي هتكون لإزالة التجاعيد ده، وفعلا بتدي نتيجة كويسة جدا جدا. عشان كده حبايبي حبيت ان انا يعني اقدمها لكم كده النهاردة. الوصفة عبارة عن ايه؟ هنحتاج لإيه؟ هنحتاج لزبادي وزيت زيتون. طبعا الزبادي ليه فوائد جميلة جدا، وزيت الزيتون برضو ليه فوائد جميلة جدا برضو. عشان كده حبايبي يعني هنحتاج بقى من الزبادي هنحتاج لأربع معالق، من 3 لـ4 معالق زبادي، وهنحتاج معلقة كبيرة من زيت الزيتون. والطريقة بقى حبايبي يعني تبدأي اللي انت بتخلطي الزبادي مع زيت الزيتون كويس، بتقلبيهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى الزبادي ناعم خالص. بعد كده بتحطي الماسك ده هوت على بشرتك وعلى رقبتك لحد يعني لحد كده ما يعني بشرتك كده تتشبع الماسك ده كويس. بعد كده بتسيبيه بقى ايه لمدة 20 دقيقة، وبعد 20 دقيقة كده بتبدأي بقى انت بتغسلي بشرتك بقى بالمية الفترة، وبتكرري الوصفة ديت مرتين كل اسبوع. بتدي نتيجة كويسة جدا جدا، وبتزيل التجاعيد، يعني بتدي على التجاعيد نهائيا. اتمنى حبايبي الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي من منى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.